السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا درس حساب مساحة المربع المستطيل. لدينا S هي سيرفاس و L كبيرة هي لونغور، S غير هي لارجور. الكبيرة هي لونغور هي الطول و لارجور هو العرض. المستطيل هذا مساحة، هي المساحة الداخلية، هي اللي نسمى مساحة أشكال. أما ما يحيط بالشكل يسمى المحيط. اليوم عندنا فقط حساب مساحة. إذن S إيكال A لونغور فوا لارجور. نعتبر أن كل مربع هو سنتي واحد سنتيمتر. لدينا واحد ستة طول، وفي العرض عندنا ثلاثة. S أو المساحة هي ستة سنتيمتر مضروبة في ثلاثة سنتيمتر يساوي 18 سنتيمتر مربع. هذا ما يخص بحساب مساحة مستطيل. أما حساب مساحة المربع فإننا نستعمل القاعدة S يقال الكوتي فوا لو كوتي، أي الضلع في الضلع. طول الضلع هو 4 سنتيمتر، إذن S يقال 4 سنتيمتر ضارب 4 سنتيمتر تساوي 16 سنتيمتر مربع. مستطيل الموالي طوله 7 سنتيمتر أو 7 مربعات، وعرضه 4 مربعات أو 4 سنتيمتر. المساحة هي 7 سنتيمتر مضروب في 4 سنتيمتر، المجموع الكل أو الكلي هو 28 سنتيمتر مربع. داخل هذا كل شيء، ويجي نحسبه مربعات نجبره 28 مربع. إذا نقول 7 سنتيمتر مضروب في 4 سنتيمتر هو 28 سنتيمتر مربع. هذا المربع هذا طول الضلع هو 5 سنتيمتر. كيف نعرفوا القاعدة ديال المربع؟ مساحة المربع هي الضلع في الضلع. إذن S يساوي 5 سنتيمتر مضروبة في 5 سنتيمتر تعطينا 25 سنتيمتر مربع. بالنسبة لهاد الحالة هذه عندنا واحد المساحة داخل المستطيل. أول شيء باش نحسبو طول في العرض. لدينا الطول فيه 7 سنتيمتر والعرض فيه 4 سنتيمتر. S مساحة واحد، S واحد يساوي 7 سنتيمتر الطول مضروب في العرض 4 سنتيمتر تعطينا 28 سنتيمتر مربع. باش نعرفو كم مساحة هاد الشكل الداخلي، نقصو منه هاد المساحة الداخلية التي توجد داخل المستطيل، ونعتبره أن نقول أن S2 أو المساحة الثانية هي 28 سنتيمتر مربع ناقص 20 سنتيمتر مربع، لأن له الداخل راه فيه 20 سنتيمتر مربع. باش نعرفو هاد المساحة البيضاء خاصة نديرو 20 28 سنتيمتر مربع، داكشي اللي خرجنا نقلعو منو 20 سنتيمتر مربع، نقلعو منو هاد المساحة اللي كاينة لداخل تعطينا 8 سنتيمتر مربع. نفس الشيء هنا بالنسبة سواء كان المربع أو المستطيل، نفس القاعدة. هنا عندنا هاد المربع فيه 5 سنتيمتر، ومساحة المربع هي الضلع في الضلع، أي 5 سنتيمتر مضروبه في 5 سنتيمتر تعطينا 25 سنتيمتر مربع. باش نحسبوا هاد المساحه اللي هنا او هاد المساحه هذه، نقول على ان هادشي اللي خرج لي 25 سنتيمتر مربع نقصوا منها المساحه اللي كانت داخل 10 سنتيمتر مربع تعطيني 15 سنتيمتر مربع. اذا هذه هي الطريقة التي نقوم نتبعها لحساب مساحة المربع والمستطيل. إذا نعطيكم التمرين هو كالتالي: حسبوا لي مساحة المستطيل طوله، باش تحسبوا بالمربعات ما تحسبوا بالسنتيمتر، غير حنا اعتبرنا ان كل مربع هو بمثابة 1 سنتيمتر، 6 سنتيمتر في الطول و7
او هش اعفن عفوا 4 سنتيمتر في العرض اسم المساحة. هذا المستطيل كذلك طول فيه 6 سنتيمتر والعرض فيه 3 سنتيمتر. هذا المربع طول الضلع ديالو هو 6 سنتيمتر، وهذا المربع الصغير طوله هو 3 سنتيمتر. نفس الشيء هنا تحسبوا المساحة ككل، ثم الشيء اللي خرج لكم تحيدوا منه المساحة الداخلية، سيعطيكم تكون المساحة هذه المساحة اللي هنا دي. نفس الشيء هذا المربع طول ضلعه هو 5 سنتيمتر، إذا 5 × 5 سنتيمتر × 5 سنتيمتر تعطينا المجموع، وهذا المجموع نحيدو منه هذه المساحة اللي هي 5 سنتيمتر مربع. ركزكم مزيان، ركزوا مزيان باش تشوفوا التمرين.